سبحانه وتعالى لمن يعطي المال لإنسان ويعطيه عشرات الملايين وهو وعائلته كلهم 20 شخص وعنده عشرات الملايين وعميات الملايين، يعني هذا هو شو مسوي عند ربه بدل هاي الأم كلها؟ هذا يفكر الإنسان عقليا، يفكر لما نعطي هذا المال، عطي هذا المال لجل يرزق منه، هو يأخذ نصيبه ويرزق الناس ويرزق المحتاج ويرزق اللي عاني، اللي بيجي معاني يبقى منه دعم ولا يبقى منه أخذ من اللي